لما جه عبد الناصر زي ما ذكر صديقه الشافعي كان عنده من الوعي الحقيقه رغم ان فضيلته مميزه بحكم الفرد، وانما كان عنده من الوعي الحقيقي بامور الثقافه ما يخلق رغم غياب الحريه ظاهريا ان يخلق هذه المساحه من الحريه والاراده. بمعنى سبب رجاشة هذا المثقف الرفيع وبمعارفه الشاملة لمس فيه أنه يملك هاتين الميزتين، حرية التعبير عن هذه الأمور، عن هذه التفاعل مع مجموعة ثقافاته بحكم هيئته، وعنده إرادة، ولذلك حرص عليه. ما عندكمش فكرة بذل مجهود إزاي معاه وكمل الصور الأحرار من الانتباه الأحرار أن يضعه على رأس المؤسسة الثقافية. كانت النتيجة إيه؟ تخيلوا إن معبد فيلة والآثار العظيمة اللي هي موجودة في منطقة أسوان مع السد الهيئي إنها كتبتها، وكان في قرار بإن بنضحي بيها عشان في موضوع أهم، موضوع يرتبط بالحياة. هل أنا يعني كان السؤال الحاضر، هل أنا معني بالحاضر أم الماضي؟ ولكن يأتي هذا العظيم الذي اختاره أمر عظيم ليتصل بيونسكو بإمكانياتها الهائلة وتنقل هذه المعابد في واحدة من أهم، ويمكن مش هتتكرر تاني، من أهم العمليات الحضارية التي يحتفظ بها لأمة بتاريخها وتراثها الحضاري الممتد لأكثر من 7000 سنة أو 6000 سنة. سبب رجاشة عمل ما خطط أو أراده أحمد أمين في الجامعة الشعبية أو الأهلية، وبدأ بعد زيارة روسيا وسافر الأصول، ويمكن يعني تعقيب على كلمة أستاذ الشافعي، إذا كان الثورة المشفية أبادت الفترة القيصرية بكل نصوصها، لكن يشكر لهم أنهم لم يأتوا على القصور والآثار المدنية التي تسجل بالحضارية، فبدين أنه مدني وهو حضاري، ده معنى باللوجستي المدني، والحضاري أو ثقافي معني بالسلوك ومعني بهذه القيمة الإنسانية المتواترة والمتلقية عبر العصور. يسكنوا ذلك، ولذلك لما راح بعضهم إلى روسيا وكان في تفاعل في هذه الفترة، فكروا في يبقى في قصور بمعنى قصور لخدمة الثقافة الشعبية، وتخيلوا أن حصلوا واحد بس من هؤلاء صديقنا والفنان التشكيلي الكبير الشرف في التقنية منذ 4 سنوات عز الدين أكيد لو في لابس مصاريون أرقوا قراءهم إزاي لما خلق هذه المساحة من الحرية والوعي أو الإرادة لجموع الفلاحين في مختلف ربوع الدلتا في أكثر من مكان، خرج منهم عباقرة فلاحين مبقين بيطلعوا بيعبروا عن مشاكلهم عن ثقافتهم بيئة، ولكن بيقدموا حلول لهذه المشكلات على مسارح على وطبعا قابل كتير جدا. فلما راح يشتكي لثورة رجاشة قال له أنت بتتكلم في إيه؟ أنا هنا بحالة ما هو أقصر وأقصر تروى من ذلك، فأنتم جنود على الحدود اسبابه، ويرجع الدين نجيب وهذه المجموعة الرائعة ويحاربوا على الأرض الجنود واللاوعي أو هذه العقلية التي لا تعي أو لا تفهم قيمة الإضافة الحقيقية عن طريق الفنون وتحريك المسؤول عنه داخل جموع الشعب لتخلق هذه القيمة التي يعبر عنها بالقوة العامة. قد إيه مهم جدا لو شفنا أصول الثقافة، وكان أحد المعنيين بيه من فترة طويلة، تخيلوا الوحيدة يعني مثلا وزارة الثقافة، لو بنتكلم على المؤسسة الرسمية وزارة الثقافة لها هيئات مجلس الأعلى وهيئة الكتاب وهيئة أصول الثقافة الوحيدة المنتشرة في ربوع الوطن بشكل كثيف هي هيئة أصول الثقافة، في أكثر من 400 بيت ثقافة، ومع ذلك أقل ميزانيات كلها بتتعمل الربوع، وكل سنة بتنزل الميزانية واحدة واحدة. أنا مش فاهم إن بنتكلم
في جزئيه الرسم والهيئه والشعبي، يعني مثلا المنتدى ده مجهود اهلي من اصدقائه الجايين بيحاولوا يديروا بعض القضايا ووصلوا لبعضهم في بعض الكورونا والدعم، ولكن اين المؤسسه الرسميه زي ما كان في تلفزيون الدوله، زي ما كان في سينما الدوله، زي ما كان في رعايه للمؤسسه الرسميه مخطط لها وبوعي شديد وبإنفاق متوازن يليق بالهدف هنا او هدف المسيح. اللي حصل ان رغم ان انا مش معنى بهذا، لكن اللي حاصل ان اصبح هيئه القصور هي عباره عن هيئه ونموذج للقصور بمعنى الهوان ومعنى البوار ومعنى كل معنى سياتي في هذه الهيئه المهمه جدا. يمكن عن تجربه شخصيه اللي بعمله باخوان الحالي ناس في جانب المركزي، بوريك الهيكل الجديده عن طريق تحديث واحد البنات التي ينفذ منها هؤلاء الفسده وهؤلاء المستفيدون بشكل رئيس، ويدمروا معاني الثقافه في نواحي مثلا الادب، هنقول الادب مش في كل نواحي الثقافه باعتبارها فروع كثيره جدا. طيب المطلوب فيها اكتشفت ان المطلوب حاجات تافهه جدا وحاجات بسيطه جدا هي اللي بدات فيها كلامي، هي وعي حقيقي بالدنيا الحقيقيه، ناس تمتلك هذا الضمير الذي يمتلك معنى الاراده للتركيز وباقل امكانيات سهل جدا يعني. ونموذج كده يمكن لو حضراتكم شرفتونا والاستاذ احمد الغالي والاستاذ سامي الزنوق اعضاء في هذا النادي العريق نادي هذا مصر الجديده، يتجاوز كل هذا القصور الموجود في القصور او هذه القصور وبيعمل انشطه هائله جدا مبتكره سواء على المستوى الادبي او على المستوى الفكري او على المستوى الثقافي والفني. طب احنا مطالبين كده؟ لا، ولكن نحن نحاول ان نضرب النموذج والرمز لكي تستعيد القصور وتستعيد اهميه الادب وتستعيد الثقافه الرسميه المنتشره في اكثر من 400 بيت ثقافي هذا الدور الحقيقي، ولا يترك للاغبال ولا يترك لارباع واشباه وانصاف والمستفيدين والفسده، لان للاسف الشديد في ما يشبه القصديه وما يشبه التخطيط لطرد كل حقيقي عن موقع رسمي. لو احنا انتبهنا بوعي لهذا هننتبه لان ثقافتنا تغتال بهذا الفعل، ونحن شركاء بالالم ده ممكن بقروش وبنويهات بسيطه تستعيد اذا كان عندك اراده وتحفز غيرك الى ان نصل للحظه اسميها انا اللحظه الحاليه التي تفرق ما بين موت وحياه، وتعود الثقافه الرسميه مره اخرى عن طريق جموعكم انتم وفي ارادتكم انتم كل في موقعه لان نستعيد الفقرات اللي اشار اليها صديقي الشافعي، ويمكن يكون فقرات اكثر من كده، لان على مستوى الشخصي والله في اكثر من 70 شاعر شاب انا بتحدث فيهم شعراء عرب كتير سواء في العاميه او في الفصحى، في عازفين ويمتلكون المواهب، ما كان عند عز الدين نجيب في تدريبته المهمه الصامدون. هؤلاء لو تم يعني لو قدمت لهم رعايه بسيطه، لو قدمت لهم كنا بنتكلم قبل الندوة مع الأستاذة الفكرية أحمد مدير تحرير الوقت، أي أنتم من الإعلام؟ طب ما هو ضروري أن يكون هناك تفكير وأن يكون هناك إرادة لهذه التجارب وخروج بها للعالم لكي يقتدى بها إذا كان هناك من يستطيع الاقتداء. الحقيقة الكلام في حل مشكلات الثقافة على المستوى الرسمي والأهلي يطول، ولكن أردت أن وعرض على هذه التفصيلات البسيطه وهذه المحاور لعل وعسى. شكرا لاداره المنتقى وشكرا لكم حسن استماعكم. شكرا للشاعر الصريح والناقش الكبير الاستاذ محمد ابو الدين.